السلام عليكم ورحمة الله أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم جميعا على قناتكم قناة فود كافي دي زاد. مرحبا بكم جميعا. بداية ما تنسوا الصلاة على الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم. اليوم جينا نتكلموا عن واحد الموضوع مهم جدا. زعيم الهيشر أو أحد من، لأنه زعماء الهيشر كثار، قال بأنه مرض القلوب راح يركزوا على حادثة بن رحمة. وعلاش نركزوا؟ أنا جو بريفير نركز على حادث بن رحمة وما نركزش على اللعب، لأنه مقدسك سيفضح. خلينا على الأقل نركزوا على حادث بن رحمة. تقول بأنه الحادثة عادية، لكن نجيب لك أبو ظبي الرياضية. أبو ظبي الرياضية المفروض قناة كبيرة وأقدم من البين سبورتس. أبو ظبي الرياضية نهار اللي كانت تدير الدوري الإيطالي يا الغايطة، أنت كنت تشري كارتة ما كنتش تقدر تشريها. كانت ذاك الوقت تدي 1,200,000 للشهر. الدوري الايطالي لما كان على ديدانو، كان على ديدانو الدوري الايطالي بكري، كان رونالدو، كان بيرلو، كان سيدورف، كان انزاغي، كان غاتوزو، واليوفي كان عندهم زيدان، وكان عندهم يعني ديدي ديشان، عندهم لاعبين يعني كان قمه. ابو ظبي الرياضيه ذاك الوقت كانت تدير الدوري الايطالي. الان تتكلم تاع كره قدم وشبعانين كره قدم وشايفين كره القدم. وعلى فكره راهم يديروا الدوري الايطالي الان. تكلموا على هذه القضيه وبكل يعني ما عندهمش علاقه، ما هم اعداء بالماضي، ما هم اعداء الجزائر، ما هم خونه الوطن، ما هم كذا ما هم كذا. تكلموا بحياديه وكانهم شافوا قضيه بحياديه. دوك نقراوها ونشوفوا اذا احنا رانا نزيدوا فيها لما تكلمنا عليها، والا اذا احنا صح مرضى قلوب. لأن هذه الأمور إذا تكملت هكذا بعد كلام سليماني اليوم، شفنا المدرب يشد يعني لاعب متريكو غاد هو يشدو من الشعر، وممكن لاعب آخر يرجع له. تخيلوا أنه لو لاعب رجع له تخيلوها فقط، طيح مع لاعب نيرفي يرجع لك ديريكت، ما تصرف بهديلة. إذا نرد عليهم الان. قناه ابو ظبي تتكلم على هذه الحادثه. وقبل ما نتكلم على هما نفسهم يا جماعه، هما انفسهم لما مويس فقط يجلس بن رحمه احتياطي، ياكلوه ويسموه بالعنصري والفاشل والحابس وكذا، يجلسوا احتياطي. غوارديولا لما يصيح على محرز كاك بوجهه يطيح عليه وما توشاش، مرة برك توشه من يديه، قال لك شوف توشه من يديه، تعرفوا بيخرجوا بالقناة تاعهم. رغم أنه ما شدوش بالتريكو. سمحوا لي التريكو تخسرته. ما شدوش بالتريكو، لكن المدرب الآن تحكي راه شدهم بالتريكو، وعلاش أنت فهم؟ المدرب تصفه بأشنع الأوصاف. بالرحمة يبان لك جزائري، والآن لأن المقدس تاعك أنت دار دي اللقطة، نورمال. ومرض القلوب، انتم فما كيفاش كنتوا؟ كنتوا طبة القلوب؟ انتم فما كنتوا اطباء القلوب ولا كيفاه؟ كنتوا دي كارديولوج؟ الان شوف اروح تسمع يا زعيم الهيشر الغياط والغايطه، اروح تسمع ابو ظبي واش راهي تقول عليك. المدرب هذا رجعنا مضحكه، رجعنا مهزله، رجعنا تبهديله، رجعنا اضحوكه. اسمع ابو ظبي واش تقول ابو ظبي اللي تبعوها كامل العرب. برنامج الرياضة اليوم في قناة أبو ظبي الرياضية تقول: تصرف بالماضي غير مبرر، ردة فعل اللاعب بن رحمة كانت هادئة. سيد فات نورمال، ما نخمش معك، شو دخلك؟ ما نخمش معك. مرة غوارديولا خرج ستيرلينغ، ما نخمش معاه وسبوا، غوارديولا شاف فيه، ممكن كان قادر ممكن يرجع له، ولكن باش شدوا من القميص، لا سمح لي، قميص المنتخب الوطني تحترمه، شوفوا هنا في الوسط واش كاين. هذا هو القميص اللي لعبنا به اليوم، هذا هو، واش كاين في الوسط؟ الجزائر والنجمه والهلال ورمز الاتحاد الوطني. نورمال مصادي يدخل في هذه القضيه يا صادي، هذه القضيه الان نعرفك فيها، الان نعرفك اذا صح راك مسيطر على الوضع. نورمال مصادي يدخل. نكملوا. تصرف بالماضي غير مبرر، هذا ماشي الجزائريين، ماشي اللي هم يسموهم الاخوان ولا اعداء النجاح ولا موجود الدينار والبلاوات. حنا من سيدي موسى ما يعنطرينيش، قال لك ما خليتوش حتى يخدم الدينار ولي بارون. تصرف بالماضي غير مبرر، ردة فعل اللاعب بن رحمه كانت هادئه.
لو كان هذيك واش كنا نهضروا، لكن لو كان لاعب اخر لحدثت امور لا تحمد عقباها. هادو شبعانين بارهم ابو ظبي، راهم يديروا الدور الايطالي، وكانوا يديروا الدور الايطالي بكري 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 كما قلت لكم. ممكن كثير منكم لو يشاهدني مكان زايد اصلا. بالماضي من المفروض يكون قدوه، من المفروض، لكنه يبدو انه لا يتحمل ضغوط مثل هذه المباريات. تصرفاته وردات فعله وحركاته كل مره تدل على انه يدخل المدرب مباريات كمدرب مغلوب، يعني منهزم نفسيا. باش ما نقولوش حاجه اخرى، نقولوا مهزوم نفسيا. ابو ظبي يا جماعه، يعني حتى مديروا لا رومارك على المدرب ويجي زعيم الهيشر الغايطه يقول لك مرضى القلوب دوك يدوا هذا، نديها حادثه لانه بهدلتنا. هم ابو ظبي يهضروا، روح سكت ابو ظبي. جول داروا عليها ارتيكل وداروا عليها فيديو، جول العربيه داروا عليها فيديو، موقع عالمي. مادام جول العربيه دارها، جول الانجليزيه والاسبانيه والامريكيه كامل دوك يهضروا عليها. بن رحمه يلعب في مستوى عالي يا الغايطه، يلعب في الدوري الانجليزي وغدوه قادر تصيبها في الصحافه الانجليزيه. تقديش تحكم هذا مع البلش وانا راح يدينا، عفستوا على الجزائر اسماء ما خليتوا في جده والو، بهدلتونا ومع من طحتوا ومع من جيتوا. سمع واش يقول كذلك او تقول قناه ابو ظبي الرياضي في قناه الرياضه اليوم. مهما يكن اسلوب الماضي غير مهذب، واش راك اكثر باغي اكثر من هكذا؟ كون لو صحفي جزائري يقول هذا الشيء تاكلوه. بالماضي وضع نفسه كجزائري مغلوب، هذه احنا دائما معنا، دائما 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 يشتكي، دائما هو مش دائما مليح، الملعب مش مليح، الحكام مش مليح، الجمهور مش مليح، الخاونه السبعه. اول مره نشوف مدرب خرج في خسر في ملعب ويقول لك خاونه السبعه السبب. اول مره انا هذه اول مره نشوفها يا جماعه، والناس تعاود الهضره. وين شفتوا انتم باللي واحد خسر يقول لك المنتقدين هم السبب، السيده اللي انتقد فيها هو السبب؟ انا جامي شفتها، جامي شفتها. بالماضي وضع نفسه كجزائري مغلوب، في المرات القادمة الأمور لن تمر خيرا من اللاعبين اتجاه بالماضي في مثل هذه اللقاءات الغير رياضية، اللقطات غير رياضية، لقطة غير رياضية، بمجرد أنك تسميها لقطة غير رياضية فيها وعليها. بالماضي بممارساته، شوفوا هذه التالية يا جماعة، بالماضي بممارساته يشوه المنتخب الجزائري والغايطة وجماعة الهيشر يصفقوا. احنا نحبوا الجزائر. انا ما نحبش تجي اعلام عربي يتكلم بهذه الطريقه على المنتخب نتاعي وعلى المدرب نتاعي. عيب، عيب التصرفات مثل هذه، تصرفات غير مسؤوله بعيده عن الاحتراف. حبس هنا والفكره لا تموت. اعزائي المشاهدين، شكرا لكم. للاسف خليتونا نهضروا في واحد المستوى بسبب هؤلاء، لكن ستوب، حان الوقت باش نحبسوهم عند حدهم، حان الوقت باش نحبسوهم عند حدهم. الجهال هذو كلاونا، شوفوا وين وصلونا. الان حان الوقت باش نتكلم على المنتخب نتاعي كلام فني. تسقم روحك تربح، ما كاش اللي داير فينا مزيه. القميص هذا ما كاش اللي راهو داير فيه مزيه، لا لاعب ولا مدرب ولا محلل ولا رئيس اتحاديه، اي واحد راهو في الكره الجزائريه تخدم ولا طبق. حان الوقت باش نرجعوا الكرامة تاع الكرة نتاعنا، حان الوقت. أم عندنا لاعبين عالميين يا جماعة، الآن الجودة تاع اللاعبين كبرتك بزاف 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 على الـ على الـ ما نقولش الجانب التكتيكي لأنه ما كانش تكتيك، نقول الجانب الفني أفضل، لأنه عيب منتخب بهذه الصورة ونسميه تكتيك ولا نسميه جانب تكتيكي. منتخب من أنا عندي دعامين ونقول فيها منتخب من دون تكتيك. الناس يبدأ تفيق، وكأس إفريقيا الله يجعل الخير، والقادم أسوأ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.